السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم طبعا عندنا بيت أسكان في منطقة مدينة سلمان، راح ندش البيت ونرايكم البيت قبل التنظيف. وهذا البيت قبل التنظيف، طبعا أنا الحين حاليا في الطابق الأرضي، بس لو تلاحظون متراكم الأوساخ على الأرضيات مع النوافذ. طبعا دشينا تكرمون دورة المياه، وهذه دورة المياه قبل التنظيف. لو تلاحظون الأوساخ اللي في دورة المياه، طبعا هاي كل شيء راح يتنظف إن شاء الله. والحمد لله تم انتهاء من عملية التنظيف، وهاي نتيجة التنظيف بالكامل.